وفي كلمة له خلال المنتدى دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشركات الرومانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمصر. ولفت مدبولي إلى أن عدد الشركات الرومانية العاملة بمصر وصل لنحو 100 شركة تغطي قطاعات عديدة. استثمارات الرومانية في مصر وصلت إلى 104 مليون دولار أمريكي بحلول أبريل 22، وإن عدد الشركات الرومانية بلغت في مصر 101 شركة تغطي قطاعات عديدة مثل السياحة والمالية والصناعة والخدمات. وفي هذا الصدد أود أن أدعوكم لاستكشاف الاستثمارات وفرص الاستثمارات الحالية في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والصناعة.